السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله هنشرح منهج Discover اكتشف الترم الثاني، منهج Primary 1 أو الصف الأول الابتدائي. كل سنة وانتم طيبين، ده أول الترم الثاني، وإن شاء الله احنا هنرقم الدروس بالترتيب في Discover وفي Connect. كل درس هيبقى ليه رقم من 1 لفما فوق علشان تقدروا تعرفوا انتوا ذاكرتوا لغاية درس رقم كام، وهيبقى عنوان الدرس فيه كمان اسم الشابتر واسم المحور اللي هو الخاص بيه. وقبل ما نبتدي في الشرح، زي ما احنا متعودين، يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معاك الكتاب يكون معاك كشكول مخصص للديسكوفر علشان تكتب فيه وتذاكر منه. وانا محضر لكم النهاردة مفاجأة كبيرة، تابعوا معايا الشرح علشان تستفيدوا من الخصومات الموجودة على مفاجأتنا النهاردة. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. ده الكوفر بتاع منهج ديسكوفر Primary 1 Discover Term 2 2018-2019. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، وهنا خطة الوزارة لتطوير التعليم حتى سنة 2030 إن شاء الله. وهنا كلمة السيد وزير التعليم الأساسي والتعليم الفني، ودي أول صفحة في الكتاب. هنا النيم، طبعا اسمك أو اسمك، هنكتب هنا اسمنا، ده في الكتاب بتاعكو. والكونتنتس، الكونتنتس او المحتوى، طبعا المحور الثالث، لان احنا في الترم الاولاني خدنا المحور الاول والمحور الثاني. هنا المحور الثالث سيم 3، وعنوانه how the world works. how يعني كيف، the world works يعمل العالم، كيف يعمل العالم. وهو بيتكون من 3 فصول او 3 شباتر. شابتر 1 او الفصل الاول how كيف، goods، goods يعني البضائع، goods يعني البضائع، are made يعني بتصنع، around the world حول العالم. how goods are made around the world، كيف تصنع البضائع حول العالم. طبعا الشابتر ده هيعرفنا شوية عن الصناعة وازاي الحاجات اللي حوالينا بتتصنع، وهنتناوله كمان شوية بالتفصيل. شابتر 2 او الفصل الثاني عنوانه how business works. how يعني كيف، business يعني الاعمال، التجارة، works بتعمل، يبقى كيف تعمل الاعمال، ازاي بتكون الاعمال التجارية موجودة. ده هيعرفنا ازاي بيحصل بيزنس، وازاي بيحصل تبادل تجاري، وازاي بيحصل تبادل منفعة بين الناس وبين الشركات. شابتر 3 او الفصل الثالث buying. buying يعني الشراء، selling، selling يعني البيع، and saving، saving يعني الادخار. فهنا الشابتر ده بيعرفنا الشراء والبيع والادخار، امتى الناس بتشتري وامتى بتبيع وامتى بتدخر الاموال. المحور الرابع سين 4 عنوانه communication. communication يعني الاتصالات، communication يعني الاتصالات، وهو بينقسم لثلاث شباتر او ثلاث فصول. شابتر 1 الفصل الاول عنوانه storytelling. storytelling يعني نقص قصة، نحكي حدوتة، نحكي حكاية. فهنا بيقول لنا حكاية وعشان نتعلم منها بعض الدروس المستفادة. chapter 2 عنوانه communicating with numbers. communicating يعني التواصل، with numbers يعني بالأرقام أو مع الأرقام، بس هنا هي جاية بالأرقام، يبقى communicating with numbers يعني الاتصال بخلال او بواسطة الارقام.
شابتر 3 أو الفصل الثالث عنوانه Communicating التواصل with art عن طريق الفن أو بالفن. وآخر حاجة في الكتاب ده الماث جورنال أو الجزء الرياضي، وهنشرحه إن شاء الله بالتوازي مع شرح المنهج العادي. ونتنقل البيج اللي بعد كده، خليكم معايا، ونوصل للمحور الثالث أو theme 3 How the world works، كيف يعمل العالم. How the world works، كيف يعمل العالم. Chapter 1 الفصل الأول How goods are made around the world، كيف تصنع البضائع حول العالم. How كيف goods البضائع are made تصنع around حول the world العالم. وزي ما احنا شايفين في صورة الشابتر ده صديقنا واقف بياكل من رغيف خبز، وجيب لك مراحل تصنيع الخبز اللي هو بياكله من اول مكان قمح، وبعد كده بقى دقيق، وبعد كده دخل الفرن بعد ما بقى عجين وبقى خبز وهو بياكله. ففي بضائع حوالينا حول العالم كتيرة قوي بتتعمل، احنا هنحاول نتعرف على بعضها في الشابتر ده او في الفصل ده. ويلا نتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا، ونوصل لبيج نمبر 3 او صفحة رقم 3 عنوانها thanks يعني اشياء that make me happy. thanks اشياء that make me happy يعني اشياء بتجعلني سعيد. يبقى هو هنا بيقول لك على الحاجات، ايه الحاجات اللي بتخليك سعيد. فاول حاجة بيقول لك هنا draw ارسم and color ولون 5 pictures 5 صور of things للاشياء that make you happy اللي بتخليك سعيد in each box في كل صندوق cut out each box بعد ما ترسم كل بعد ما ترسم جوه الخمس صناديق دول خمس حاجات بتخليك سعيد ترسمها وهتلونها، وبعد كده هتقص الصناديق دي او البوكسز دي. واول حاجه ممكن يكون ايه بيخليك سعيد وترسمه في البوكس الاولاني، ممكن مثلا having a tasty meal، ممكن ان انت يبقى عندك وجبة لذيذة، تاكل وجبة لذيذة. having a tasty meal ان انت تاكل وجبة لذيذة ده يخليك سعيد. ممكن نرسم ايه في البوكس التاني برضو يخليك سعيد، eating sweets ان انت تاكل حاجة حلوة، حاجات حلوة، حلويات، ممكن ده يخليك سعيد. ممكن يبقى في حاجة تالتة برضو ممكن تخلي الواحد سعيد، buying a new shoes، ممكن واحد لما يشتري جزمة جديدة كده هو حابب شكلها ده يخليه سعيد. ممكن ايه كمان يخلي الواحد سعيد، having a good house، ممكن نرسم في البوكس الرابع ده شكل بيت جميل كده، لو واحد عنده بيت جميل كده هيبقى سعيد اكيد. ممكن ايه كمان يخلي الواحد سعيد او happy، watching TV مثلا، ممكن لما تتفرج على التلفزيون او تتفرج على الكرتون تبقى سعيد ومبسوط. فهنا خمس صناديق قلنا في الاولاني ان انت تاكل وجبة جميلة ولذيذة وانت جعان كنت محتاجها، التانية ممكن ان انت تاكل حاجة حلوة حلويات sweets، ممكن في الصورة التالتة ان انت تشتري جزمة جديدة حذاء جديد، ممكن في البوكس الرابع ترسم مثلا ان انت عندك بيت والبيت ده شكله جميل، ممكن في البوكس الخامس كمان ان انت ترسم نفسك وانت بتتفرج على التلفزيون وده برضو بيخليك سعيد. والكلمات الجديدة هنا thanks يعني اشياء، make يعني يصنع، make me يعني بتجعلني، happy يعني سعيد. طبعا احنا عرفنا draw ارسم color لون 5 pictures اشياء، make you يعني بتجعلك happy سعيد، in each في كل box صندوق، cut out us each box كل صندوق. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معايا، ونوصل لبيج نمبر 5 علشان طبعا بيج نمبر 4 كانت صفحة فاضية،
وعنوانها needs or wants. needs يعني الحاجات او الحاجات اللي احنا بنحتاجها, or wants او الرغبات الحاجات اللي احنا عايزينها. ففي فرق كبير يا اصحابي بين الحاجات وبين الرغبات. طبعا النيد او الحاجة دي حاجة انت محتاجها, ولو ما حصلتش عليها حياتك بتتأثر, ممكن لا قدر الله تعيا وفي ناس ممكن تموت. يعني ايه مثلا من امثلة النيدز اللي البني ادم ما يقدرش يستغنى عنها, او الاحتياجات اللي الانسان ما يقدرش يستغنى عنها؟ الاكل طبعا, الطعام food. ايه تاني؟ الووتر او المية, ما يقدرش يستغنى عن الفود وعن الووتر. ايه تاني كمان ممكن الانسان يحتاجه ما يقدرش يستغنى عنه؟ الشلتر او الهاوس او المسكن اللي لازم يعيش جواه. فدي امثلة الاحتياجات او النيدز اللي الانسان بيحتاجها. والنيد او الحاجة دي شيء مهم جدا وضروري جدا لحياتنا. طيب ايه هي الوونتس يا مستر؟ الوونتس او الرغبات هي حاجات انت عايزها ومحتاجها, بس لو ما حصلتش عليها مش هيحصل لك حاجة وحشة, مش حياتك مش هتتأثر قوي. زي ايه مثلا الوونتس او الرغبات؟ زي مثلا واحد عايز يشتري حذاء جديد, بس هو لو ما اشتراش الحذاء الجديد ده او ما اشتراش النيو شوز ده حياته مش هتتأثر, عنده حذاء تاني بيلبسه وبيمشي بيه مش هيحصل له حاجة. واحد تاني عايز ياكل سام سويتس او بعض الحلوى, بس هو لو ما كلهاش مش هيحصل له حاجة, هو كده كده اوريدي عنده الطعام العادي بتاعه وكله مش هيحصل له حاجة لو ما كلهاش. واحد تاني عايز يتفرج على التي في او عايز يتفرج على التلفزيون, وده حاجة هو محتاج ان هو يتفرج عليه, بس لو هو ما اتفرجش على التلفزيون مش هيحصل له حاجة, مش هيموت. فده الفرق بين النيدز. النيدز الحاجات المهمة الأساسية اللي احنا بنحتاجها أو الاحتياجات اللي بتأثر على حياتنا, والوونتس أو الرغبات اللي احنا برضو عايزينها, بس هي لو ما حصلناش عليها حياتنا مش هتتأثر. فهنا بيقولك trace يعني تتبع, each label يعني كل اسم أو كل عنوان, on the chart below في الجدول الموجود بالأسفل. وبعد كده بيقول لك sort يعني صنف, يعني قسم لأصناف, قسم لمجموعات. the things الأشياء, that make you happy اللي بتخليك سعيد, into the correct column, into إلى the correct الصحيح column العمود. احنا طبعا كنا رسمنا خمس حاجات احنا بتخلينا سعادة في البيج اللي فاتت, وبعدين قصناهم بعد ما رسمناهم ولوناهم قصناهم. هنا بقى هنبتدي نصنفهم, هنعمل لهم sorting او هنعمل لهم sort. الحاجات اللي بتبقى needs او ما ينفعش نستغنى عنها وحياتنا تتأثر بيها هنحطها في needs, والحاجات اللي ممكن نعيش من غيرها وما تأثرش على حياتنا لو ما حصلناش عليها هنحطها في wants. طب احنا كنا قلنا اول حاجة طبعا having a tasty meal او having some food, ان انت يبقى عندك طعام ده كان هيخليك سعيد. طب الفود او الطعام ده needs ولا wants؟ شاطرين, الفود needs, لان زي ما قلنا الفود من الحاجات اللي لو ما حصلناش عليها حياتنا هتتأثر وصحتنا هتتأثر. طب كان في ايه تاني؟ كان في eating some sweets او eating sweets. طبعا ان انت تاكل بعض الحلوى ده مش حاجة اساسية, ممكن تعيش لو ما كلتش برضو بعض الحلوى عادي. فطبعا مش هنحط الصورة دي هنا وهنحطها في الناحية دي, هنحطها في الwants. طب كان في ايه في البوكس التالت؟ كان في buying a new shoes او ان احنا نشتري حذاء جديد. زي ما احنا عارفين ان ممكن ان انت تعيش من غير الحذاء الجديد ده عادي, فهنحطه في needs ولا هنحطه في wants يا اصحابي؟ شاطرين, هنحطه في wants لان هو من الرغبات اللي حياتنا مش هتتأثر لو ما حصلناش عليها, فهنحطه في wants.
طب كان في ايه في البوكس الرابع يا اصحابي؟ having a good house يبقى عندك بيت جميل، يبقى عندك بيت. طب ال house ده في ال needs ولا في ال wants؟ شاطرين، ال house ده او المنزل ده في ال needs، لان الواحد لو ما عندوش بيت يقعد فيه ويرتاح فيه حياته هتتأثر وصحته هتتأثر وممكن لا قدر الله يموت. فطبعا هنحط الصورة دي في ال needs هنا. واخر بوكس كان موجود فيه ايه يا اصحابي لو تفتكروا؟ شاطرين، كان watching TV او ان احنا نتفرج على التلفزيون، وطبعا دي من ال wants مش من ال needs، لان احنا لو ما اتفرجناش على التلفزيون حياتنا مش هتتأثر، فبالتالي دي رغبة او want مش need مش حاجة. فهنحط الصورة دي في ال wants هنا. وبكده نكون انهينا البيج دي. والكلمات الجديدة هنا needs يعني احتياجات، wants يعني رغبات، trace يعني تتبع، each كل من، label الاسم المناسب، on the chart في الجدول، on the chart في الجدول below الموجود بالأسفل، sort sort يعني صنف، the things things الأشياء، that make you اللي بتجعلك happy سعيد، into إلى، the correct الصحيح columns الأعمدة. وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لبيج نمبر 6 او صفحة رقم 6. وقبل ما اشرح الجزء ده احب افكرك واقول لك ما تنساش تشترك في القناة وتفعل جرس الاشعارات علشان يوصلك كل جديد ونتابع مع بعض اول باول. وده معاد مفاجأتنا النهاردة، وهي عبارة عن خصومات حصرية تصل الى 50%، ودي خصومات حقيقية من موقع جوميا لمتابعي قناة فلاش التعليمية بمناسبة وصولنا ل10,000 مشترك. وعلشان تستفيد بالخصم لازم تدخل عن طريق لينك القناة، وانا سايب لكم اللينكات في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وبيج نمبر 6 او صفحة رقم 6 عنوانها pencils، pencils او الاقلام الرصاص. وهو بيقول لنا هنا use your pencil استخدم قلمك الرصاص، to answer لتجيب، each question على كل سؤال. فاحنا هنا هنمسك قلمنا الرصاص وهنفكر مع بعض في الأسئلة دي ونشوف هنقول ايه. فهو بيقول لك هنا I think that my pencil come from، I think يعني انا اعتقد، I think يعني انا اعتقد، that my pencil إن قلمي الرصاص، إن قلمي الرصاص came أتى from من. فأنت دلوقتي تعتقد إن قلمك الرصاص ده جه منين؟ إيه المكونات الأساسية اللي هتجمعت على بعضها وعملت قلمك الرصاص ده؟ وطبعا هنا بيفترض إن أنت قاعد في الكلاس و your partner أو زميلك في الفصل بيعتقد برضو إن القلم الرصاص جه منين. فهو هنا كتب لك وبيقول لك my partner thinks، my partner يعني شريكي في الفصل، thinks بيفكر او بيعتقد، the pencil القلم الرصاص came from جه من. ممكن انت مثلا تعتقد ان قلمك الرصاص جه من الwoods او من الخشب، woods woods يعني خشب. طب your partner ممكن يقول ان القلم الرصاص جه منين، ممكن صديقك يقول ان القلم الرصاص جه من الجرافيت، جرافيت يعني اللي هو نوع من انواع الكربون اللي بيتصنع منه الجزء اللي احنا بنكتب بيه اللي هو بيبقى اللي بنسميه الرصاص ده، اسمه جرافيت. وانا اكتب لكم هنا وودز يعني اخشاب او خشب، وجرافيت يعني كربون او جرافيت، اسمه جرافيت حتى بالعربي. طب وبعد كده بيقول لنا my pencil قلم الرصاص is made مصنوع from من، قلمك الرصاص ممكن يكون مصنوع من ايه؟ طبعا احنا قلنا ان هو في woods، woods يعني خشب، فهنكتب هنا wood اول حاجة. ممكن صديقك يقول painted body، painted body يعني جسم مدهون، بس هو في الاول وفي الاخر الجزء اللي في النص ده معمول من الخشب، فهنكتب هنا wood اول حاجة.
طب هو مصنوع من ايه تاني يا اصحابي؟ جرافيت. جرافيت جرافيت يعني الجزء بتاع الكربون ده اللي بنكتب بيه، وده اسمه جرافيت. وايه الجزء التالت يا اصحابي؟ الاريزر. الاريزر اللي هي الممحاة او الاستيكة، يبقى وود جرافيت اريزر. ده مصنوع من التلات حاجات دي. My pencil is made from wood, graphite, eraser. Wood يعني خشب، graphite يعني الجزء الكربوني اللي احنا بنكتب بيه ده، وإريزر الممحاة أو الأستيكة زي ما احنا عارفينها. طب هو بيقولك بعد كده and those materials. those هذه materials المواد، materials المواد came from أتت من. هو بيقول لك هنا الماتيريالز دي أو المواد دي جت منين، and و those materials هذه المواد came from جت منين. فطبعا الوود، الوود أو الخشب بيجي منين؟ بيجي من البلانتس، فنكتب هنا plants أو نباتات، يبقى الوود بيجي من البلانتس. طب الجرافيت، الجرافيت ده نوع من أنواع الكربون، والكربون ده يا أصحابي حاجة زي الفحم بتبقى موجودة في باطن الأرض، بيستخرجوها وهم بيحفروا في المناجم، والمناجم دي بتبقى حفر على مسافات كبيرة جدا جوه باطن الأرض، بيطلعوا منها حاجات كتير جدا، منها الكربون اللي بيطلع منه الجرافيت اللي احنا بنقول عليه الرصاص اللي احنا بنكتب بيه. فطبعا يبقى الجرافيت ده بيجي منين؟ came from earth، earth او الارض. طب وتالت حاجة الاريزر دي، الاريزر دي او الممحاة دي او الاستيكة دي جت منين؟ بتتعمل منين؟ بتتعمل من حاجة اسمها synthetic rubber. synthetic rubber او المطاط الصناعي، والمطاط الصناعي ده يا اصحابي برضو بيبقى مادة بتتصنع من بقايا البترول اللي برضو بيطلع من الأرض، فده اسمه synthetic rubber أو مطاط صناعي. وبكده نكون أنهينا البيج دي وأنهينا الدرس الأول. أتمنى أن أنتوا تكونوا استفدتوا من النهاردة. لو أعجبك الفيديو أعمل لايك، والأهم أنك تشارك الدرس ده مع أصحابك، وخليك متأكد دايما أن في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وأنت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.